بكم مجددا مشاهدينا الكرام في الملف الثاني من هذا المساء. حكم القضاء الألماني على عنصر سابق في الاستخبارات السورية بالسجن بتهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى نظام بشار الأسد. وأدانت المحكمة العليا في ألمانيا العنصر السابق في الاستخبارات السورية إياد الغريب بتهمة المشاركة في اعتقال وتعذيب أكثر من 30 متظاهرا في دوما في أكتوبر عام 2011، أي بداية الانتفاضة ضد النظام السوري. فيما رفع المدعون الألمان في مدينة كوبلينز قضية مشابهة أيضا ضد أنور الرسلان عقيد سابق في المخابرات السورية بتهمة التعذيب وقتل معارضين داخل مركز الاحتجاز فرع 251 في شارع الخطيب بدمشق. رسلان نفى الاتهامات الموجهة له، بينما أصر غريب على أنه كان ينفذ أوامر كبار المسؤولين الذين كانوا سيؤذونه في حال رفضه. وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحاسب فيها مسؤول في النظام السوري عن سجن وتعذيب واعتداء بحق سوريين الذين تم اعتقالهم في أعقاب انتفاضة عام 2011. يأتي هذا الحدث التاريخي وفق وصف منظمة العفو الدولية بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تراجع عن سياسة المقعد الشاغر التي كانت تعتمده إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وبعد يومين من تعهد بلينكن أيضا بمحاسبة النظام السوري على استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح. إذن هل محاكمة ضابط استخباراتي سابق تابع للنظام السوري ما هي إلى البداية؟ وهل يأتي هذا التزامن بين المحاكمة هذه وبين شغل واشنطن مقعدا في مجلس حقوق الإنسان مصادفة، أم أن هناك نوع من الإعاز الخارجي؟ كل هذا وأكثر في ملفنا الثاني، لكن بعد التقرير. قرار تاريخي بالإدانة صدر لأول مرة بحق مدان ينتمي للحكومة السورية بتهم متعلقة بالتواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لأكثر من 30 معتقلا سوريا في سجون الحكومة السورية. هذه القضية التي بتت بها المحكمة الإقليمية العليا لولاية راينلاند بافلز في مدينة كوبنتز الألمانية بإدانة المتهم إياد الغريب الذي كان ضابط صف في صفوف الحكومة السورية قبل انشقاقه ولجوئه إلى أوروبا بعد خدمته في أحد الأجهزة الأمنية هناك. المدعي العام الفيدرالي في القضية جاسبر كلينغ قال إن لائحة الاتهام تضم فظائع ارتكبها موظفون أمنيون سوريون، منها عمليات تعذيب في سجون المخابرات السورية وانتزاع اعترافات من المحتجين السوريين على حكم الرئيس بشار الأسد في سياق الربيع العربي عام 2011. الحكم على الغريب يأتي في سياق حملة ألمانية وأوروبية لملاحقة عناصر استخبارات وأمن سوريين تعرف إليهم لاجئون في دول أوروبية وقدموا إثباتات عن أدوارهم في اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب قبل أن يفروا من وظائفهم ويطلبوا اللجوء كذلك، في خطوة أولى باتجاه محاكمات ستستمر خلال الفترة المقبلة حسب مختصين في المجال. الشيء الأساسي أنه لا أحد فوق القانون. نحن كسوريين كنا نعاني بشكل أساسي من غياب العدالة. هذا القرار القضائي يأتي بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تراجع عن سياسة المقعد الشاغر التي كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما تبقى سياسات الرئيس جو بايدن وإدارته في سوريا غير واضحة المعالم حتى الآن. ويبقى تساؤل، هل الخطوة الألمانية بمحاسبة متهمين بقضايا تنكيل وتعذيب وقتل في سوريا ستكون مقدمة لخطوات مماثلة تقوم بها دول عديدة أخرى حول العالم؟
ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور حسن مرهج خبير شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك يا دكتور حسن. وينضم إلينا من واشنطن سيد عمر المقداد الصحفي. أهلا بك سيد عمر. ومعنا أيضا من برلين السيد جاسم محمد باحث في الأمن الدولي. أهلا بك دكتور جاسم. تداعيات هذا القرار، أبدأ هذا النقاش معك بداية سيد جاسم، تداعيات هذا القرار الألماني، وهل هو بداية في تغيير سياسة أوروبا ضد النظام السوري؟ هل علينا أن نتوقع المزيد من هذه المحاكمات ضد نظام بشار الأسد؟ ما يتعلق في سياسة ألمانيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي يجد أنه لا يوجد هنالك تغيير، ولديها موقف ثابت من النظام السوري بأنه متورط في جرائم وجرائم حرب وإبادة. لكن يعني هذا المنحى الذي تتجه له ألمانيا ربما هو بادرة جيدة إلى جانب السويد وكذلك هولندا والنرويج وبعض دول أوروبا بعد أن ظهرت شهادات وأدلة ضد يعني متورطين في جرائم إبادة وجرائم حرب من قبل النظام في دمشق. وكانت هذه ربما أول محاكمة خفيت، هذه المحاكمة هي تعود إلى 2019. وأجد أن يعني ضمن القوانين يعني الولاية القضائية وفق بروتوكول إضافي إلى اتفاقيات جنيف عام 1977 المادة 49 تلزم الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة أن تبحث عن المتهمين وتخضعهم إلى المحاكمة. فإذا ما تقوم فيه ألمانيا هي بدأت بصراحة في موازاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2001 أو 2002. فأجد أنه محكمة كوبلنز في ألمانيا تعتبر هي ربما أول محاكمة، وأجد أن الموقف الألماني وموقف دول أوروبا هو باقي ثابت من نظام بشار الأسد. نعم دكتور حسن، بالنسبة إلى الردود في دمشق، كيف هي الردود هناك؟ وهل هذا يعني بدأ يشعر النظام بأن يعني تضييق الخناق بدأ يمارس بحقه وبحق عناصره من جديد؟ بداية يعني تداول مثل هذه المعلومات في وسائل الإعلام يعني لا تزال ضمن ضبابية المضمون والأهداف. بالنسبة للدولة السورية لا تعلق على مثل هذه المحاكمات، لأن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول هذه المحكمة. ومن يعني إذا أصبح الجلاد اليوم هو أيضا الحاكم، فإذا على الدنيا السلام وعلى هيئة الأمم وعلى هذه الدول التي تدعي الحقوق والإنسانية وتتحدث عن جرائم الحرب، علينا أن نذكرها بأن هي من شاركت في جرائم الحرب في القتل السوريين، وما زالت تشارك في قتل العراقيين والتحالف الدولي، لا ننسى القصف الجوي الذي كان يقوم فيه. وإذا كان هناك من يقدم إلى مثل هذه الأفعال، لماذا لا يقدم الولايات المتحدة أو عناصر من الجيش الأمريكي عندما قتل العراقيين بسجن أبو غريب وغيرها، وشفنا المناظر البشعة التي كانت تقدم، ولم يكن هناك أي محاكمة وأي جرائم حرب ضد هؤلاء الأمريكان. هذا دل على دلالة واحدة فقط، الانتصار للدولة السورية على جميع هذه الدول. وهذه الدول لا تعرف كيف تعترف بهذا المضمون ولا كيف تستطيع أن يعني تقبل مثل هذا الانتصار للحكومة السورية وللرئيس السوري والأنظمة الأمنية السورية وللجيش السوري في هذه المعركة الذي انتصر على كل هذا التحالف وعلى كل هذا العدوان الذي كان على سوريا، وما زالت الانتصارات مستمرة. وأيضا هذه المحاكمة نفسها هي محاكمة مبهمة جدا، لأنه هذا الشخص الذي دخل إلى ألمانيا دخل كلاجئ سوري وكفلته الأمم المتحدة، ولا يحق لها أن تحاكمه. هذا البند الأول، السبب الأول. السبب الثاني، لابد أن هذا الشخص دخل في أوراق مزورة، وبالتالي كيف ومن هو لا أحد يعرف، وأين ملف هذا الشخص لا أحد يعرف.
سيد عمر، أنت كصحفي سوري وموجود في الولايات المتحدة، إذن يعني قراءة واشنطن إلى هذا القرار الألماني الأوروبي بحق أحد عناصر النظام السوري، هل يمكن أن تحذو واشنطن حذو ألمانيا؟ نعم، شكرا لك. يعني لا أدري ما هي علاقة ألمانيا بجرائم ترتكب ضد الهنود الحمر في أمريكا. يعني هذا الكلام الذي نسمعه من بعض الضيوف دائما وبشكل مستمر من خلال محاولة التعمية على هؤلاء المجرمين. يعني هناك عنصرين مخابرات سوريين هم اعترفا بأنهما كانا يعملان لدى المخابرات السورية، هناك اعتراف شخصي لم يصل بأوراق مزورة أو بأوراق لا أدري من أين أتى بهذه الرواية. يبدو أن الضيف لم يتابع لا المحاكمة ولا أقوال الشهود ولا أقوال المجرمين الذين تم اتهامهما. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في عهد إدارة جو بايدن تحاول تبني سياسة أكثر صرامة تجاه النظام السوري وأكثر وضوحاً إن صح التعبير. هؤلاء المجرمين يعني لا يسقط التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، وبالتالي حتى لو ذهب هؤلاء المجرمين إلى أي مكان في العالم فملاحقتهم هي واجب. وهذه أن هذا النفس في الدفاع عن الأنظمة الدكتاتورية وأمر غير مفهوم لدى مواطن يعني يرى ويسمع ويشاهد ماذا يفعل هذا النظام بشعبه. الولايات المتحدة إلى اليوم لم تتخذ خطوات جريئة وحقيقية تجاه محاسبة هذا النظام السوري، لذلك المعارضة السورية اليوم تدفع باتجاه يعني أضعف الإيمان كما يقولون، وهو ملاحقة هؤلاء المجرمين الذين قاموا بالتسبب بآلام للسوريين وباعتقال الناس وتعذيبهم في أفرع الأمنية. وبالتالي فإن هذه المحكمة وإن كانت هل هنالك دلالة للتوقيت سيد عمر أم أن هذه الإجراءات تأخذ الوقت بحسب رأيك؟ لا، هي الإجراءات يعني هو حصل بأن هؤلاء وصلوا إلى ألمانيا يعني، وبالتالي كان هناك شهادات وادعاءات شخصية ضد هؤلاء الأشخاص وبالتالي تمت محاكمتهم. يعني الألمانيا لديها قانون تحاسب فيه مجرمي الحرب حتى لو لم يكونوا يعني ينتمون إلى ألمانيا بشكل أو بآخر، حتى لو ارتكبت هذه الجرائم في دولة أخرى وتبعيتهم لدولة أخرى. وبالتالي العملية قائمة منذ عام 2019. نعم. يعني كان المحامي أنور البني هو الذي يقود عملية ملاحقة هؤلاء المجرمين والقتلة الذين يحاولون الآن الذهاب إلى أوروبا وتقديم اللجوء والحياة وتأمين حياة كريمة بعد انتهاء مهمتهم في تعذيب. نعم. السوريين في سوريا.